طبيعه الحال كلشي تبدل دابا مع مؤخرا، دابا مع هاد الارتفاعات هذه الناس كلهم داروا الفرانات كما تنقولوا، والاسباب كثيره بزاف، منها سميتو هاد كورونا هذه المخلفات ديالها، منها هاد الارتفاع ديال الاسعار. الناس كانوا باركين ما خدامينش، واحد العدد ديال عباد الله كانوا باركين وما كانوش كيتخلصوا، سيرتو الناس المساكن اللي هما بحال التجار عندهم سميتو التجاره حره ديالو، ولا عنده الكساد ما بقاش كيبيع ويشري، والسلعه كاع في المثال الا بغى يبيع ويشري الناس بغاو يديماري ومشاو لقاو السلعه كلها طلعت، لامبورطاسيون السلعه ديالها طلعت، ترونسبور طلع حتى لعشرات المرات، الديوانات زادت، الناس بغاو تيقلبوا على البديل ما كاينش، لان المغاربه مستهلكين ما تنتجوش واحد سميتو، لان الصناعه هملناها وفي التالي هملتنا حنا، لانه الصناعه اللي كانت في البلاد المعامل كلهم تسدوا، اليد العامله وقفات، ولينا كنستهلكوا. وهاد المناسبه هذه كنطلب الناس المسؤولين باش يشجعوا المقاولات الصغرى اللي باش يديروا الصناعه، شوفوا الحاجه اللي ما كتصاوبش في البلاد، علاش ما نديروش واحد سميتو واحد التخفيض ولا واحد الاعفاء ولا واحد الدعم على الاقل بعدا على المواد الاوليه. وكاين الناس دابا البيع والشراء دابا اللي وحلوا جاتهم دابا افكار بغاو ينطلقوا يديروا التجربه ديال الصناعه، ولكن كتجي كتلقى الوعاء العقاري ما كاينش، ولا كان مثلا بغات شي جماعه تستمر في هذا الميدان سيرتو الجماعات اللي دايرين كازا، كنظن ما غاديش يخسروا، لان ملي غيعطوك الوعاء العقاري واخا ما يبيعوش لك غادي يكريو لك، غادي يدخلوا منك الكرا وغادي يدخلوا بزاف ديال المسائل، كاين لاباتونس، كاين سميتو الضريبه الجماعيه ديال الجماعات، كاين بزاف ديال سميتو اللي غادي يدخلوا منها، كاين الصان، كاين المسائل ديال اللوجيستيك ديال الشحن والافراغ. يعني هذا المشروع هذا الا خدموا عليه الناس المسؤولين ديال الدار البيضاء راه غادي يستافدوا منه. دابا مدينه قديمه هي تزيرات، ها الترام دابا دخل وسط درب عمر كلشي تزير، الناس دابا ديال درب عمر كتجي كتهضر معاهم تقول لهم الا كان شي سميتو بلاصه كبيره وحسن واش تقدر تحول ليها، تيقول لك ماشي مشكل غير ما لقاوش البديل. دابا الا كان الناس مسؤولين يديروا لقاءات مع الناس المهنيين ديال التجاره راه غادي كاين افكار الحمد لله، وكاين الحلول والاقتراحات اللي غادي تجيب الاكل ديالها في سميتو بالنسبه للتجار، ولا حتى الدوله غادي تستافد منهم بزاف. بطبيعه الحال كلشي مضرور، لان تنقولوا من بزاف المواد الاوليه وخاصه الاساسيه راه طلعت واحد الشكل صاروخي، والمحروقات هي طلعت، لان المحروقات هي اللي سببت الارتفاع ديال الشحن، والشحن كيأثر على المواد الفلاحيه والتجاره وكل شيء. بالنسبه لتقريب الاداره من المواطن دابا راه بدات في هادشي ديال البلاتفورم، ولكن سميتو باش اللي غادي الدواسه ما كاينش، انت كتمشي كتدفع، ولكن باش كتسنى بحال دابا حنا كسبيل المثال كجمعيه عينا نرسلوا للسلطات والادارات، ولكن ما تيجاوبوكش، حتى جواب بسيط كتمشي كدير الرساله ديالك كتاخذ لاكوزي دو ريسيبسيون وتبقى تسول تسنى بلاتي تيعيطوا لك، حتى كتجي انت ذاك المشكل اللي كان عندك تدوز عليه واحد شهرين ثلاث شهور، يعني ذاك المشكل كيتلاشى ولا علم الله به، وكتعاود تيجي مشكل اخر، يعني ما كاينش واحد التواصل مهما كاين سميتو كما تنقولوا الممثلين ديال هذا المجتمع المدني كيديروا اكثر ما في جهدهم، ولكن الاغلبيه ديال الادارات ما كتواصلش معاهم، هذا هو المشكل الكبير. بالنسبه ما كاين حتى شي تغيير دابا اللي كيبان لي انا على الارض الواقع، التغيير اللي كاين هو الارتفاعات الصاروخيه، هذا الشيء اللي سميتو اللي كيقيس جميع المواطنين. بالنسبه للتجار ديال درب عمر واحد العدد دابا المتاجر اللي كانت قديمه واحد العدد دابا راه مواليها مشاو الله يرحمهم ماتوا، بقاو الورثه واحد 80 90% راه ما بقاوش خدامين، والاغلبيه ديال المتاجر راه مسدوده. علاش؟ لان ملي كيجيو الورثه يبيعوا تيلقاو ديك السومه المرجعيه اللي داروا دار الضرائب داك بريد ريفيرونس
كيكون طالع بزاف تيولي هو تيقول لك انا غنخلص اكثر من داكشي اللي غادي هذا سيرتهم اللي كيكونوا الورثه باش يجيو يقسموا داكشي ما تيبقى ليهم فيه والو. لذا كنطلبوا من السلطات ديال الضرائب يراجعوا هاد السومه هادي باش ديك الساعه كيوقع الرواج، لان الا تبع واحد المحل غادي يخلص تسجيل وغادي يخلص تحفيظ وغادي يبدا يخلص لي تاكس ديالو كاملين مستقبلا، والا كان مسدود راه ما حتى لي ديك راه ما كتستافدش منه، تيبقى المحل مسدود وكيتصدى، ربما داك سميتو كيكون ديفويت كيكون داك الشيء ديال اي السقوط كيجبد المباني اللي فوق منه كيكون فيه المشاكل. اللهم يفتحوا هذا الباب هذا ويديروا واحد المراجعه هذه باش الناس ديك الساعه هما يتشجعوا، والناس اللي بغى يشري شي محل كيتشجع، لاننا اللي غادي يشري راه سهله ليه القضيه، ولكن اللي غادي يبيع هو اللي كيبقى متردد، هو اللي كياكل العصا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.